لك عملت فلوس من الكوره الحمد لله ما انت يرحم من خلق معناتها قال الراجل الحمد لله معناتها في لاباس علينا معناتها ديل ديبار مستورين ما امورنا في لاباس واضحه فهمت احنا الكره ما دخلناهاش راهو باش نعملوا فلوس معناتها ويكذب عليك راهو ما فما حتى حكم داخل القطاع التحكيم راهو باش يعمل فلوس هذي هي هوايه احنا قلت لك من الهدف الاساسي من اللي دخلت للتحكيم من وقت اللي جاني سي محمد علي برزوقه وسي علال المالكي حبيت نرجع الاسم نتاع الوالد معناتها موجود في الصوره ويقولوا ولد فلان ولا حكم ولد فلان ولا يزفر في السنيور ولد فلان ولا حكم دولي هذا هو إيه فيه ما فيهوش ماتشات فلوس ماتشات دولي ولا هو الاندمنيتي اللي, اللي تعطيه لنا الكاف معناتها محترمه اي ايه محترمه محترمه اكيد محترمه ايه. تحدثت لمحاولات رشوه قبل نعرفوا ديما يتقال الكلام هذا في التحكيم شوف سلام راهو احنا في ال ولا نقولوا حتى استماله مش رشوه شوف احنا في الـ في, الـ في القطاع هذايا عرضه لكل شيء اما انت وشخصيه الانسان وانت الانسان الاربيتر هل انه معناتها معناتها ضعيف شخصيه يقبل معناتها بالاغراءات اللي موجوده والا لا؟, لا. جاوك اغراءات؟ اكيد يجي معناتها اكيد معناتها باش يجي ويقول لك راه بربي يعاونني في الماتش هذاك ولا بربي يعاونني في الماتش هذاك وتو نعاونك في في البلاصه الفلانيه اكثر حاجه تعرف اكثر حاجه اغراء تعرف عليك شنو؟ ليه مش ليه ليه مش غرائت مش غرائت مادية. لا مش اغراءات شنو الفلوس؟ مش اغراءات مش اغراءات ماديه معناتها وكا لا معناتها يقول لك فلوس لا ما فلوس لا لا فلوس ما مستحيل معناتها خاطر يعرفوا وشوف اسلام المسؤولين راهم تبارك الله عليهم اذكياء ويعرفوا مع شكون يتعاملوا يعرفوا مع شكون يتعاملوا وانا نعطيك هو نقول لك حاجه ونبسم عليها بالعشرة تسعين ولا 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 تسعة وتسعين في المئة من الحكام التوانسة ما ما, ما ياخدوش فلوس في تونس هذا انا نشتغل بار أه... اكزومبل علاقات خدمات أه... ما خدمات دون كل سونس يعطيني شو خدمات ما فيهاش قروض تسهيلات ليه خدم له مرته موجود لا, لا 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 مش م... مش, المدينه الفاضله زاد لا متفاهمين مش المدينه الفاضله مش موجود معناها مش المدينه الفاضله متفاهمين آه. أنا ما انا بيرسونيلمون انا على الاقل لونتوراج اللي قريب لي من زملائي الحكام ولا اللي نحكيو معاه معناتها الزملاء الحكام واللي نعرفهم من لونطوراج اللي قريب لقريب بصراحه ما ما عمري ما سمعت اللي فما فلوس تتعا ولا فما كذا ولا فهمت دونك نسمعوا كيما واحد راهو فلان راهو اقترحوا عليه المبلغ الفلاني وفلان اقترحوا عليه المبلغ الفلاني اما انا ناكد لك مما يدعو لسبيل الى الشك وفما ربي في الدنيا راهم الاربيتروات نتاعنا في الجينيراسيون هذه اللي على الاقل انا معاشرها راهم نضاف بنسبه مليار في المية. ما فماش فساد معناها في التحكيم مدينة الفاضلة سماء زرقاء والعصافير في زقزق. اس... اه أنا نعرف اللي هذا مش صحيح أنت تحب حاجة أخرى. شوف شوف شوف. أما ما نحبش ما نجيش ما نحبش لهنا اه اللغة خشبية. لا مش لغة خشبية اه خلينا نعطيك نحب الواقع. نحبش نعطيك الواقع. أعطيني. تو أنت كاربيتر يغلط. يغلط في بيلانتي. ما خو فلوسه لا لا في الخطا البشري إيه الخطا البشري سبحان الله ما م... فمش موجود يا اسلام كل انسان يخدم راهو معرض للاخطاء امم انا نحكي لك على الانتوراج اللي قريب لي وحتى نحكي لك على انتوراج معناتها في جام معينة نتاع اللي زفروا في الناسيونال الحكام الدوليين بصراحة ما عناش شيء هذا ما فماش بصراحة أه بيه علاش يقولوا ويقال وحكينا عليه قبل هيك جبت عليه شوي انت سليم بالخواص حكم المنظومه حكم خدمات هذا ما يقال عليك هاي هاي شوف إسلام نعاود لك ونعاود نقولك راهي كرة القدم منظومة واحدة راهو كرة القدم منظومة واحدة م. من لاعب نبداو من رئيس الجامعة وصولا إلى أقل إنسان يسترزق من كرة القدم راهي باكيج واحد راهو منظومه واحده م. الصحافي الحكم المدرب المسير اللاعب المسؤول المسؤول على هيكل رياضي رئيس الجامعة الكنا في شتارة واحده كلنا كنا منظومه واحده اي جواب وين هاني قلت لك كنا منظومه واحده منظومه شنو هم يحكيوا عليها سليم بالخواص حكم خدمات هذا السؤال خدمات دونكيل سونس انا خد هو خدمات ل... خدمات المنظومه خدمات الاتحاد بنقبدي مثلا <applause> هاب... انا, أنا خويا دروا وبيتو نسمي الاشياء مسميات هذا ما يقال عليك علي انا نزق حقيقه هذا ما يقال انا معناتها حكم اتحاد بن هاك نعطيك اكزومبل مثلا أنا... آه... في الاعتداء على حمد التويري في ملعب بن آه... آه... ما على حد شيء في علاقه المقابله باش ما, ما قيل باش اتحاد بن ما يخوش ويكلو وقت تلعب على تفادي النزول مع جرجيس هذا ديتاي صغير اي مثلا هذه حاجه جبت اكزومبل اللي استحضرته في مخي مثلا باهي خلينا نرجع لك للقطه هذه انا هذيك اللقطه انا معناتها نتذكرها مليح 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 امني يا امني كان تحب تامني كان ما تحبش تامني امني حمد يا ريتو كان طايح في القاع آه هذا ما يمنعش اللي كونه صار عليه اعتداء إيه شفته والدم. في التلفزه والدم. آه لا صار عليه اعتداء شفته في التلفزه لا وشفته طايح والدم معناه انا قلت لك صار عليه اعتداء آه. شفته في التلفزه لكن انا ك لو برومي معناتها ريسبونسابل سور تيرا ما ريتش حمد التويري تضرب خاطر انا وقتها شفت الدم خالص مش فاهمك انا وقتها شو اللي صار هذي لا جاوبني على هذه وبعد فاهم لا ريت الدم اي دونك اي ريت الدم بروحه راجل ما افهمني افهمني انا الدم ريتو اما الاعتداء ما ريتوش علاش؟ لأنه اللقطة هذيك نقول لك عليها أنا شنو نعمل وقتها. وقتها الطقس سخون، نلعب وقتها في لو موا دو في آخر في آخر العام، معناتها في السيزون من الآخر. آه وقتها عاتب ظهري للبناك باش ناخذ الكرة باش نزفر بور باش ياخذوا اكا تايم بريك. م. كالوقت المستقطع باش بور رفريشيسمون، بعد نتلفت نلقى نلقى عباد هايذا و... او نلقى بمسؤولين من النادي الافريقي داخلين الملعب ونغزر الحمد التويري باش ما نكذبش عليك ريت الحمد التويري طايح ريت الدم اما الاعتداد ما يعيش ما تقيدش اللي شفت شنو اللي شفت كذا وكذا شفت الدم شفت السيد طايح ضرب روحه معناها احنا مستوصف ريت الدم اي, أي. مدام دام ما دام ما اي ما فما فما دم ما فما احنا مسؤولين دام فما ما فما يا اسلام راهو ما تنجمش تتخيل ما هيش تخيلات هي الحكم الرابع ما شافش المساعدين ما شافوش ايفيكتيفون علاش السؤال هذا تساله لي لي انا علاش ما تسالش المراقب مقابله علاش ما مت... تسالش المراقب مقابله علاش انا لو برومي ريسبونسابل قلت لك ريت حمد التويري ريت الدم اما ما ريتش الاعتداء انا نكيف في 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 وضعيه انا نكيف في وضعيه اسلام انا عندي مسؤوليه المسؤوليه ريت ملاعبي معناتها طايح وعنده الدم نجي نخرج هكاك وزار يقال عندك علاقه خاصه بشقيق رئيس الجامعه انا ومنه آه، وليد الجري آه وليد خويا وصاحبي وعندي بيه علاقه خاصه صحيح اما كان عندي علاقه قويه راني قعدت في القائمه الدوليه بالكشي شي فزت العلاقه لا بالعكس بالعكس انسان ممتاز انسان عنده اخلاق عاليه معناتها معناتها من اعلى مستوى زاده. اما لكن كل حاجه في بلاصتها. كيف كيف, ما نخلطوش ع... كيف كيف عندك. الكوره علي... كرة والعلاقات الانسانيه العلاقات الانسانيه كان جينا نخلطوا الكوره والعلاقات الانسانيه راني ما تنحيتش من القائمه الدوليه نعاودوا لك هذا نفس الكلام. كيف كيف ايضا عندك علاقه خاصه باعلامي أه اللي هو عبد الكريم العابد نسميه هذا ما عنديش حتى مشكل هاي. يقول وفر لك حمايه كبيره معناها في القطاع خاصه نافذ في القطاع بتاع التحكيم وقريب ايضا من رئيس الجامعه. كيف كيف عبد الكريم خويا وصاحبي ما ننكرش انا في صحابي ومانيش انا باش نجي معناتها في ايميسيون معناتها باش ننكر في صحابي عبد الكريم صاحبي وخويا وشوف إسلام خلينا نبداو واضحين كي تبدا عندك علاقه باكس ايا كان نافذ ولا مش نافذ ينجم يعاونك في العام الاول ينجم يعاونك في العام الثاني اما ما يخليكش 20 سنه كاربيتر وما تنجمش تقعد في اللو نيفو تعرف قداش اسلام عامل من مقابله في الرابطه المحترفه الاولى؟ أمم فوق ال 115 مقابله. عاونوك في العام الاول والثاني؟ ااا آه... لو كود بوس موجود. اه موجود. مو... لو كود بوس آه. مش نحكي على عبد الكريم ولا نحكي على اكس لا ما شكون؟ انا عندي اسم اسم الوالد زع... من نبداو من هنا. مم. انا اسمي والدي كان حكم دولي، كان مم. مستوى بالخواص، كان معناتها ريفيرونس في قطاع التحكيم. دونك هذاك قال راجل من هنا نبدأ اي. آه. واكيد من بعد يلزمك كوت بوس ويكذب عليك ما فما حتى حكم في تونس باش في مستوى عالي ما يكونش عنده الكوت بوس و... لكن من بعد ها هو يفرق بين الحكام الكفاءه نتاعك خاطر هو نقول لك الكوت بوس وصلوا وصلوا سليم تحت في تيست ورنر وعملوا لك تيست خاص بيك وقتاش؟ هذا تيست هذايا الاخراني؟ لا مش آه. عميل عميل هذا معناها وصلوا وصلت هذا عميل تالي مش انا تحت عميل تالي؟ اي ولا لا مستحيل هذا العام الاخراني هذا العام هذا تحطوا عملوا تيست خاص بك ما عملوليش تيست خاص بيا عاودت في بعد شهر ولا شهر ونص عاودت تحت في جويليا في لو موا دو عاودت في اوت ولا في انا وهيثم جيرات عاودنا تيست مع بعضنا هيثم معناتها آه كانت عنده اصابه وبعد عاودت انا وهيثم جيرات مم. اول مره في حياتي في العام هذاك نتاع بن قردان وجرجيس آه في مقابله جرجيس وب... والقروان اي ظلمت كنت آه جرجيس ايضا شوف اسلام راي كلمة تظلمت كلمة كبيرة ياسر <applause> جرجيس خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة مرات معناتها انفرادات وما يسجلوش شو اللي عملت انا؟ زفرت بيلانتي القروان <تصفيق> <تصفيق> خرجت ورقة حمراء لجرجيس ما عملت شيء اخطاء تقديرياً نقدرهم في وسط علاش علاش ديما تجيب في صالح اتحاد بن قردان؟ علاش في صالح اتحاد بن قردان؟ هاني انا في نفس في نفس الموسم خاطر طاحت وقتها وكانت في نفس في نفس الموسم هذاك اسلام عملت اتحاد بن قردان والنادي الافريقي ونحيت ضربه جزاء اتحاد بن قردان علاش؟ تعاقبت عليها هذيك تغشوا عليك تغشوا عليك قبل بجمعه تغشوا عليك ولا بجمع. قبل ع... بجمعه ظلمت اتحاد بن قردان وقتها قبل بجمعه راني جاوبني ظلمت ايه سبحان الله. تغشوا عليك وقتها. علاش تغشوا؟ خاطرك ظلمت حد بن قفدان. لا ما يتغشش ما يتغشش في الكرة علاش باش يتغشوا؟ شنو اللي باش يخليهم يتغشوا؟ انا قلت لك راني معناتها نغلط عندي اخطاء نجم أقوم بها تقديرية اما في مباراة ترجي جي جيس وشبيبة القيروان. الاخطاء اللي قمت بهم اخطاء تقديريه في وسط السنتر. لا ضربت اعطيت ضربه جزاء ولا نحيت ضربه جزاء ترجي جيس قلت لك سبعه وثمانيه ووصلوا حتى تسعه انفرادات راس وكره على البار وكذا ماركي انت انا شنو